صباح الخير بفقرة هيك أحلى اليوم. إحنا بتاني فقرة للشباب كم مرة نحن بفرنش كونكشن، وبحب أذكرك مع الفقرة الأولى. أول مرة عملنا البلايز أو القمصان كمان اللي هم كاجول أو سبور للشباب، واليوم بدنا نكمل كمان البلاطيل اللي هم برضو كاجول وبرضو كمان بزبطوا سبور، فتابعونا. إذا أول إشي بنبلش بالبلاطيل سبور اللي هي هاد أكتر إشي عنا يا سبور. البنطلون هذا بيكون للناس اللي الشباب اللي حابين يرتاحوا مثلاً يطلعوا بأي محل رحلة أو طلع عادية أو مثلاً على المول أو عندهم مثلاً أغراض حابين يجيبوها. هاد ما بيقيدك بلبسة معينة، بس بنفس الوقت بتقدر تلبي مع ألوان. هلا اللون اللي عنا يا هون اللي هو رمادي احنا ملبقين معه كحلي، بس يعني مو مشكلة حتى لو ما لبقت هو بنطلون سبور، وأهم إشي يكون فيه الراحة. في عنا كمان هون بزبط، في عنا كحلي منه سكني وكحلي كمان. بتقدر انه تقدر تلبس معه اي نوع من الشوز او الحذاء. يعني في عنا كمان هون اشي تاني اللي احنا شايفينه اللي ملبوس عنا هون غامق، في عنا هون كمان فاتح اللي هو ابيض برضو كمان بلبع، والمهم يكون هيك اكتر اشي من هدول البناطيل الهدف اللي هو الراحة. اذا النوع التاني اللي هنشوفه كمان اليوم البناطيل اللي عنا اياه اللي هو لما تطلع عليه من بعيد بتحسه جينز، بس هو مش جينز، هو يعني كثير اخف من الجينز وكثير برضه اريح، وهو جاي ستريت كات اللي عنا اياه هون، يعني بلبع على اكثر من شيء، مش ضروري تحدده بشيء، جاي لا هو كثير واسع من تحت ولا هو كثير ضيق. نحن اليوم لبقنا معاه حزام اللي هو جاي لون بني درجه الكمل تقريبا، برضه بزبط عليه كمان الحزام اللي انا حملته عندي بايدي هون اللي هو برضه بني غامق عشان هو جاي على كحلي. ممكن يتوفر كمان بألوان ممكن تكون تانية، بس أظن الكحلي ممكن يكون عليه حلو عشان بضرب على جينز، بس كمان بحب أذكر بنفس الوقت هو مش جينز، هو قماشة كتير أخف فعملية كتير أكتر لأكتر من إشي. هلا كمان بشوف ثالث نوع من البناطيل اللي عنا اللي هو بسموه تشينوس أو بيحكوا له كمان الكتان، متداول كتير بين الشباب، في منه أكتر من لون. اللون اللي احنا عم نشوفه هون اللي هو البيج، قماشة برضه لذيذة وكاجوال، يعني اللي بتقدر تروح فيها بأي مناسبة أو أي طلعة عادية. الحزام اللي اخترناه هون اللي هو جاي من جلد تمساح بني، نقينا هذا اللون عشان كمان بلبع على البيج. إذا حابين احنا نرسمه شوي ممكن ناخذ نحط معه أسود، وكمان القماش اللي عندنا إياها هون شوي رسمية فيها لمعة كتير خفيفة، يعني يا دوب بتعطي لمعة. إذا حطيناها برضو على البيج، إذا رايح أنت مؤتمر أو رايح إشي مهم ولبقت معه كمان أسود من تحت بطلع رسمي، إذا رايح أنت إشي أقل من مناسبة شوي هيك ضخمة البني، إذا لبقت معه كمان بني بقلل من كمان الرسمية. بلبع على قمصان كتير، ممكن يلبع على أزرق على فكرة، ممكن يلبع، ممكن يلبع كمان على الأبيض. وهلا كمان رح نشوف كمان جينزات جايينا. اللون اللي عنا اياه هون كمان اللي هو كامل برضو من نفس التشينوس او اللي هو الكتان اللي شفناه قبل شوي، قبل شوي شفنا بيج، هذا اللون الكامل اللي هو بطلع حلو كمان على لون غامق من فوق ممكن، او برضو ممكن يزبط على فاتح. عنا هون عم بنشوف عليه حزام بني برضو بلبع على الكامل، ممكن يكون معه كمان شوز او مثلا حذاء مرتب من برضو نفس اللون، بعطيك لوك انيق كتير، بس بنفس الوقت بتقدر تروح فيه على اشياء مختلفه، مش ضروري يكون رايح اشي كتير رسمي. اذا حابين برضو انه الرسمه الاسود، بتعرفوا الاسود اللي هو يعني ملك الالوان وكثير بلبع شغلات. هلا على الكامل هون اذا اخذنا الاسود اللي انا معي، هلا الاسود اللي معي اللي هو جاي تقريبا على مخمل كتير خفيف او تقريبا زي كانه كوردوي بس بدون خطوط، برضو حلو ما فيه أي نوع من اللمعة، على الكامل بيرسم البنطلون. وهلأ كمان رح نشوف كمان مجموعة كاملة كمان بناطيل. هلأ قبل شوي كمان كنا عم بنشوف إنه عنا من التشينوس أو إنه من الكتان شفنا بيج وشفنا الكامل، وكمان في منه متوفر اللون الأسود اللي كمان في ناس كتير بفضلوه أو شباب كتير بفضلوه عشان يطلع أزبط كمان على أكتر من مناسبة، إذا هو حب مثلا يغير بين هدول ثلاث ألوان كمان عشان تقريبا هو البيسك أو هم أكتر إشي عم بستخدمه من الشباب. برضو عنا الشباب ممكن يفضلوا هذا النوع من البناطيل اللي هو جاي قصة الجينز عشان هو أكتر إشي مستخدم عنا وأكتر إشي بريح كمان اللي هو الجينز، فممكن يختاروا إشي كتان بس يكون على قصة جينز فيكون لابق بالنسبة للجسم. إحنا هون اخترنا الحزام اللي هو جاي شوي على كامل، مش جاي بني غامق
عشان برضو يطفي شوي هيك جو غير كمان على البنطلون، عشان البنطلون اللي عندنا هون جاي غامق مش فاتح بطريقة معينة، ممكن يلبق عليه أكتر من إشي من قمصان. برضو أنا اخترت لكم اليوم هون عندنا حزامين، الحزامات كتير مهمة وكتير بتغير منظر البنطلون كامل، كان برضو للست أو برضو كان للشاب. عندنا هون حزام من هون جاي تقريباً على ذهبي طافي، وهون عندنا إياه على فضي. الذهبي الطافي هون ممكن إذا لبسناه يبين، هاي أكتر إشي بتبين فيه، بس بنفس الوقت ما بيرسم البنطلون كتير. إذا نقينا هون عشان اللي عنده إياه أسود، إذا نقينا من الفضي اللي عنده إياه هاد بالحزام ممكن يعطيه إشي رسمي كمان أكتر. وهلأ كمان رح ننقل على الجينزات. هلأ هون نحن كمان وصلنا لأهم عنصر عند الشباب أو أهم بنطلون اللي هو الجينز. هلا اكيد كمان احنا كمان الصبايا نحن كثير بحب الجينزات. في ناس كثير بيفكروا ان الجينزات كلهم تقريبا بيشبهوا بعض، بس في اختلافات بتفرجي معاني من الجينز معينه. يعني احنا عندنا هون الجينز عندنا اياه في عليه كحته اللي هي جاي على خضار، في عندنا طبعا كحتات بيجوا تقريبا كمان على بياض، وفي عندنا اللي عندنا اياهم متواجد زي ما حكينا على خضار. عشان هيك نحن نقينا له حزام جاي فيه اخضر وبنفس الوقت جاي فيه البني، فدمجهم مع بعض إشي كتير حلو. الكحت اللي عندنا هون اللي هي جاي أخضر بس إشي ما بيأذي العين، بالعكس معطيه إشي حلو، اللي هو جاي الكحت تبعته زي كنا على زيتي بطريقة معينة، بتيجي من هون مبينة أكتر من عند الإجرين، بعدين لفوق بتبلش زي كنا بتيجي خطوط، فبتعطي كمان مدى وإشي حلو كمان للبنطلون. بنقدر نحنا في ناس برتاحوا إنهم يكفوا من تحت البنطلون إذا حابين برتاحوا إنه يفرجوا إذا في شوز أو حذاء معين حابين يفرجوه، وكمان بيقدروا إذا هم مرتاحين مثلاً يخلوه مفروض كامل. عنا إذا حابين إحنا نغير هاد الحزام، تعرفوا الناس أذواق أكيد، فنحنا برضو نقينا اللي هو بني. مش حاسة الأسود صراحة بطلع حلو على زيك كحتة عشانها زيتية، فالبني اللي عنا يا هون اللي هو جاي بني مطفي عشان يطلع منظره حلو، وكمان ما يجي بطريقة إنه مغطي على الكحتة اللي عنا ياها. هلا الجينزات بصفة عامة بنطلع فيها بكل محل، بس في كتير ناس بيحبوا برضو انه يرسموا الجينز شوي، يعني يقدروا يلبسوا جينز مع حزام معين مع بليزر شوي مرتبة، بطلع كمان انه واحد بيقدر يروح عليها على اي طلعة او اي محل. اذا الكحت اللي شفناها بشوي اللي هي الزيتي معطية سبور اكتر او كاجوال اكتر، فاقل رسمية من اللي شايفينه. الجينز عندنا يا هون اللي هو نحن متعودين عليه تقريبا جاي كحلي، هنا نقيناله هاد الحزام عشان نقدر نرسمه شوي، اللي هو برضو زي ما حكينا قبل شوي على جلد تمساح، فبعطي فيه يعني هو جاي طافي اللون تبع البني اللي عنا اياه، بس يعني التفاصيل اللي بالحزام هي اللي معطيه الرسميه عنا. هذا البنطلون زي ما احنا شايفين الخطوط تبعونه اللي جايين، اللي هم جايين خطوط الجينز العادي اللي هو اصفر غامق، بتعرفوا في خطوط مرات تيجي واسعه بالجينز، نحن نقينا هون اشي هادي رايق بتقدر ترسمه انت ما بدك، وبرضه زي ما حكينا قبل شوي نقدر نكف من تحت ونقدر نخليه كمان طبيعي. اسود ما بطلع عليه الصراحه كثير حلو عشان جاي على كحلي، والكحلي الاسود اللي هم تقريبا الالوان الاعتياديه الساده. انا اخترت لكم كمان اكثر من حزام اذا حابين تغيروا، في عندنا اللون الكامل اللي هون جاي من هون على الجناب زي كانه شوي كاحت، والبنطلون اللي عندنا كحلي اوكي ما فيه كحته، فبعطي كمان هيك تفاصيل حلوه للبنطلون. والثاني بدون اي نوع من الكحتان وجاي عندنا بني محروق تقريبا، وهدول اذا البناطيل اللي عندنا اياهم اليوم. هيك احنا بكون وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم من هيك احلى، كانت مخصصه كمان بالجزء الثاني لستايلات الشباب. طبعا اوائل الشباب ما بتخلصوا، في كثير شغلات حابين نحكي عنها، تابعونا.